تفاصيل البطارية في سلسلة البي 30. هواوي قدمت 3 هواتف في سلسلة البي 30، وكل هاتف راح يقدم قدرات مختلفة من ناحية الشحن والسرعة. البي 30 لايت حجم بطاريته 3340 ملي امبير، وسرعة شحن بقوة 18 واط. والبي 30 حجم بطاريته 3650 ملي امبير، سرعة شحن بقوة 22.5 واط. واخيرا البي 30 برو حجم بطاريته 4200 ملي امبير، وسرعة شحن رهيبة بقوة 40 واط. والبرو يتميز بتقنية الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي العكسي. والتجارب المبدئية للاستخدام المتوسط مثل المتصفح والمكالمات وغيرها توضح أنه البي 30 برو بطاريته ممكن تصمد لغاية 14 ساعة، والبي 30 ممكن يوصل إلى 12 ساعة. والشحن السريع راح يشحن البي 30 برو من 0 إلى 70% خلال 30 دقيقة، والبي 30 من 0 إلى 60% خلال 30 دقيقة. يعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة.